القيادة الفلسطينية بالنسبة لنا هي منبر لعرض قضية شعبنا. قيام شركة أريدو برعاية الدولة الفلسطينية هي أيضا رسالة عربية للشعب الفلسطيني، لستم وحدكم. راعوا الدوري الفلسطيني لعدة سنوات، وأنا الناس اللي بتفائل فيهم يمكن بتمنى أنه يظلوا موجودين، بسبب وجودهم ممكن نحقق كمان مزيد من البطولات. كانت تجربة حلوة، لا شك أنها كان لها دور يعني بشكل داعم وتنمية للرياضة الفلسطينية. شكراً أريده. شكراً أريده. شكراً أريده. شكراً أريده. شكراً أريده. شكراً أريد. شكراً أريد. شكراً أريد. شكراً أريد. شكراً أريد. شكراً لأريد. شكراً للشيخ عبد الله، وشكراً للشركة الوطنية في فلسطين اللي أيضاً شكلت شريك قوي فاعل على مدار الموسم الماضي، واللي إحنا بنأمل إنه يتكرر في الموسم القادم.